أمضي تمضي بلادي درب الحقيقة والجمال بعلمي وفضل اجتهادي نرقى في نور الله للكمال. انتي معنى حياتي وانتي أماني والوجود وانتي فخري بذاتي مجد تعلى للخلود. لسما معاني هالحياة يضوي سود الليالي لجل انتلالا في مدى. انت فرحي وجهادي احيا عشاني وفنا سعيد غني صوت بلادي مثل الصباح الغالي ورحمة الله وبركاته. مشاهدين ومستمعين قناة الريان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباحكم الله بالخير والنور والسرور. صباح جديد يجمعنا فيكم، نسأل الله أن يكون خير لقاء ونكون سبب لإفادتكم وتشجيعكم على أن يكون يومكم حلو إيجابي. مع بداية الحلقة خلونا نتعرف على أبرز عناوين حلقتنا لليوم. اليوم إعلان الفائزين بجائزة التميز العلمي للعام 2020. اكتشاف مواهب شابة وفعاليات مميزة على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب. وفي البداية مشاهدينا مثل ما تعودنا ينضم لنا عبر الهاتف المتنبي الجوي بإدارة الأرصاد الجوية صقر السويدي حتى يعرفنا على حالة الطقس اللي هم متوقعينها لليوم. صباح الخير صقر. صباح النور، مرحبتين. استاذ كلمنا عن حالة الطقس اللي انتم متوقعينها لليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ناخذ نظرة عامة عن طقس أمس. الأجواء شتوية باردة خلال الأيام السابقة، حسينا بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. صحيح. هاي بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، وطبعا الجدير بالذكر هو تأثر المنطقة بكتلة غبارية قادمة من شمال شبه الجزيرة العربية. مدى الرؤية الأفقية أقل من مساء أمس حتى منتصف الليل، بعدها تحسنت الرؤية بشكل تدريجي. مدينة الدوحة اليوم الصبح سجلت 15 درجة مئوية، ومن المتوقع أنها توصل 22 درجة ظهر اليوم. نشاط الرياح الشمالية الغربية من المتوقع أن يستمر حتى مساء اليوم، بعد المساء تقل سرعة الرياح وتكون معتدلة السرعة. الطقس بشكل عام معتدل الحرارة نهارا مع فرصة لأمطار خلال الفترة الصباحية وأغلبها على المناطق الشمالية. أما بالنسبة عن حالة البحر، التحذير البحري مستمر برياح قوية وأمواج عالية حتى ظهر اليوم، بعدها تقل سرعة الرياح تدريجية. ارتفاع الموج من 5 إلى 9 أقدام يوصل 12 قدم داخل البحر، مثل ما قلنا بتقل سرعة الرياح معها من بعد الظهر، بيكون ارتفاع الأمواج ما بين 3 إلى 5 قدم، وهذا والعلم عند الله. شكرا لك المتنبي الجوي بإدارة الأرصاد الجوية صقر السويدي.
ومن علوم الجو لعلوم صحفنا المحلية صادرة لهذا الصباح وأبرز ما ورد فيها من أخبار مع الزميلة فوزية عامر. نبدأ من صحيفة الوطن وفي عنوانها الرئيسية: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتسلم أوراق اعتماد 3 سفراء. سمو الأمير استقبل سفيرة البوسنة والهرسك ومنحها وسام الوجبة. وفي الخبر الثاني: سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير يعزي سلطان عمان. سموه قدم التعازي لأعضاء العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين والأعيان. وفي حوارات الوطن: العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا في كلية القانون بجامعة قطر الدكتورة منى المرزوقي استحداث برنامج للدكتوراه في القانون. إلى صحيفة الشرق وفي عناوينها: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر عدة قوانين. صاحب السمو يصدر قانون السجل الاقتصادي الموحد. وفي موضوع آخر: الشرق قامت بجولة ميدانية في عياداته 4 المزودة بالأجهزة الحديثة، افتتاح مستشفى ميداني عسكري في سيلين لأول مرة. وفي الشرق الاقتصادي: اختيار الدوحة من بين 14 وجهة عالمية، قطر تستضيف حفل توزيع جائزة الأعمال لعام 2020. نتابع جولتنا من صحيفة العرب وفيها: الصحة تطلق حملة التطعيم ضد الثلاثي في 139 مدرسة، برنامج إلكتروني لرصد الأمراض الانتقالية. وفي الخبر الثاني: التطوير التربوي بمؤسسة قطر يعزز قدرات الكوادر التعليمية، دعم مناهج التراث للحفاظ على الهوية والثقافة الوطنية. وفي العرب الاقتصادي: بدء تشغيل سوق الوكرة المركزية الجديدة، المقصب الآلي يعتبر الأحدث من نوعه إقليمياً. بالانتقال إلى صحيفة الراية: على هامش حملة نظافة للشواطئ والجزر الشمالية والغربية، حمد الكبيسي للراية، تحديث معدات تنظيف الشواطئ والجزر. وفي خبر آخر: تطبقها أشغال اعتباراً من اليوم مقابل خدمة الصرف الصحية، 20% رسوماً إضافية على فاتورة كهرباء. وفي الراية أيضاً: بدءاً من الخميس للبنين وللبنات في 26 من يناير ولمدة 2 شهر، اللجنة الدائمة فتح باب التسجيل بالكليات العسكرية غداً. ونختم جولة عناوين الصحف من صحيفة لوسيل: السلاطي، أنماط النقل الجديدة تخفف الازدحام المروري بنسبة 25%، المترو سيغطي 30% من احتياجات النقل. ونبقى مع أخبار المشاريع: إنجاز 54% من مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسية، أشغال افتتاح جزئي لتقاطع نفق الوكرة. وفي الخبر الأخير من لوسيل: جامعة قطر تطلق الكونغرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا في فبراير. ومن علوم صحفنا مشاهدينا إلى أحد أكبر الإنجازات السنوية للطلاب على مستوى قطر، إلى جائزة التميز العلمي. وبننتقل مباشرة إلى فندق وندم وسبي فيه، بتطلع لنا نديبة قناة الريان حنان بلان على تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي للسنة الحالية. تفضل حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبح عليكم كل خير مشاهدين ومستمعين الريان قناة الريان، وأصبح على الزميلات المتواجدين معكم في استديو الصباح رباح. مشاهدين، اليوم أنا متواجد معكم في فندق وندم الوست باي، حيث تعلن وزارة التعليم والتعليم العالي أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي للدورة 13 في سنة 2020. طبعا لتفاصيل أكثر راح تعطيني إياها ضيفتي الدكتورة حمدة السليطي الرئيسة التنفيذي لجائزة التميز العلمي. صباح الله بكل
كل خير ويعطيك ألف عافية أستاذة حمدة. في البداية نتكلم أو تعطينا فكرة عامة عن جائزة 2020 في التميز العلمي. صباحك خير وبركة. طبعا جائزة التميز العلمي هي جائزة تهدف إلى تحقيق أو الإسهام في تعزيز التميز والإبداع بين فئات المجتمع القطري والمؤسسات التربوية. أما أهدافها الفرعية فهي تتمثل في تكريم الفائزين وأيضا تشجيع التنافس فيما بينهم وتعزيز الممارسات الإيجابية في المجالات التربوية وأيضا تطوير الأداء الفردي والمؤسسي للمؤسسات والأفراد. هذه طبعا بصورة مختصرة الأهداف الخاصة بالجائزة. الجائزة الآن نحن في الدورة 13 لها، تشمل 9 فئات، هي فئة الطالب المتميز للمرحلة الابتدائية، والطالب المتميز للمرحلة الإعدادية، والطالب الحاصل على الشهادة الثانوية، والطالب أيضا الجامعي الحاصل على الشهادة الجامعية والحاصل على شهادة الماجستير والدكتوراه، والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة، وأخيرا البحث العلمي المتميز. هذه 9 فئات للجائزة. طبعا مرت الجائزة بمراحل تطويل مثل ما أنتم عارفين، وأنتم صاحبين لنا ومشاركين لنا في كل دورات الجائزة. طبعا أنا من خلال هذه المنبر أتقدم بالتهنئة لجميع الفائزين والفائزات بهذه الجائزة، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات تعليمية. أيضا أحب أني أكد على من لم يحالف الفوز أن المجال مفتوح أمامه للفئات القادمة، سواء كان طالب أو للمؤسسة التعليمية بإمكانها أن تشارك في الجائزة والمجال أمامها مفتوح، وكذلك المعلمين والمعلمات. طيب أستاذة حمدة، أنت ذكرتي تطور مراحل التطور، لو نذكر مشاهدينا بعد، لو إحنا نتذكر عن المراحل هذه اللي صارت، شلون أنت شفتيها؟ هل زاد التطور فيها أو شاركوا فيها أكثر، نقول من ناحية المدارس من ناحية الطلاب، شلون لاحظتي هاي التطور؟ راح أتكلم عن التطور في الجائزة من عدة زوايا. الزاوية الأولى تطور في الجائزة من حيث المعايير وأيضا هي الشروط الخاصة بالجائزة. مرينا بعدة مراحل، وإحنا سنويا هناك لجنة تطوير للجائزة تعيد النظر في معايير الجائزة بناء على التغذية التي تردنا سواء من مجلس أمناء الجائزة أو من الفئات المشاركة في الجائزة أو حتى من خلال رؤساء لجان التحكيم ومن اللجنة نفسها. هذه المستوى الزاوية الأولى. الزاوية الثانية تطور في الأعداد المشاركين. سنويا ما شاء الله العدد عندنا يزايد، هذا العام 298 مشارك ومشاركة في الجائزة، يعني مقارنة بالأعوام السابقة العدد يتطور بصورة كبيرة يعني ما شاء الله. الشيء الثاني تطور في الفئات المشاركة. طبعا كان عندنا في بداية الجائزة كان عندنا 6 فئات، بعدين أضفنا فئتين الابتدائي والإعدادي، ومن سنتين أضفنا فئة الماجستير. ففضل الله يعني إحنا دائما في عملية تطوير مستمرة، وهذه اللي إحنا نسعى له دائما سواء عند المشاركين أو لنا إحنا كجائزة. يعني التطوير عملية مستمرة لا تقف عند حد زمن معين أو مستوى معين. شلون تقيمين المشاركين معاكم في هالسنة؟ صراحة بشكل عام. نعم المشاركين في فئات معينة طبعاً تطور الأداء بالنسبة للمشاركين تطور كبير، يعني أثناء اللقاءات والمقابلات اتضح لنا ذلك، وأنا شاركت في يعني في الحضور عديد من المقابلات لفئات مختلفة من الجائزة، هاي بين لنا مدى التطور، وهاي أيضاً انعكاس للتطور في المنظومة التعليمية أيضاً. في الختام خلينا نتكلم عن الآلية اللي تمشون عليها هني في نقول من ناحية اختيار الجائزة للتميز العلمي. اختيار الفائزين. طبعاً إحنا المراحل التقييم تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى هو تصفية الملفات من حيث شروط الالتحاق. بعد ذلك هل يعني مطابقة معهم أو لا. المرحلة الثانية اللي هي تقوم بها الرجال التحكيم تقييم الملفات، مراجعة عملية التقييم. طبعاً التقييم يكون وفق المعايير ومدى مطابقة هذه الأدلة والإثباتات اللي قدمها المترشح للجائزة لهذه المعايير ومستواها أيضا، ما نركز أيضا على المستوى هل هو مستوى متميز أو مستوى عادي، عمل يومي عمل عادي. هذه يعني الأعمال العادية يعني ما تكون هي اللي نطمح لها أو اللي متطلبة للدخول في الجائزة والولوجها. بعدين بعد عملية التقييم تتم عملية المقابلة،
مقابلة المتقدمين للتأكد أول شيء من معيار معين اللي هو معيار الطلاقة والقدرة، هاي بالنسبة للطلبة، بالنسبة للمعلمين، وأيضا بالنسبة للطلبة نتأكد من بعض الأمور والوثائق الموجودة في الملف. طبعا المعلم بالإضافة إلى الذي يحضرون لحصص، تكون حصص مشاهدة للمعلم، والمدرسة زيارة مدرسية. احنا نتمنى لهم كل التوفيق، ويعطيك الف عافيه استاذه الدكتوره حمده السليطي الرئيسه التنفيذي لجائزه التميز العلمي. مشاهدينا نتمنى كل التوفيق لطلابنا وحتى المدرسات المشاركين او المدارس المشاركين معنا اليوم. هاي كل اللي كان عندي في فندق وندم وست بي. احنا نرجع لكم استديو الصباح رباح. شكرا لك حنان بلان على هذه التغطيه، وشكر ايضا موصول ضيفتك الكريمه، والف الف الف مبروك لكل الطلاب الفائزين في كل الفئات سواء مدارس او جامعه، ماستر دكتوراه، وايضا للمدرسه او المدارس اللي راح تكرم اليوم، وايضا للمدرسين كل التوفيق لكم، وننظر ان شاء الله الحفل نشجعكم فيه. فاصل قصير ولنا عوده من بعده. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل والى حواراتنا لليوم، واكيد راح ندش في مواضيع معرض الكتاب، حيث تقام فعاليات الكتاتيب على هامش معرض الدوحه الدولي للكتاب في نسخته 30، والذي يقام هذا العام تحت شعار افلا تتفكرون. فكره هذه الفعاليه وتفاصيلها معلومات راح تعرفنا عليها ضيفتي اليوم السيده نوف العبد الله، منسقه في فعاليات الكتاتيب بمعرض الدوحه الدولي للكتاب. صباح الخير نوف. صباح النور، كيف اصبحت اليوم؟ تمام الله يسلمك. نوف كلمينا عن هذه الفعاليه بشكل عام في البدايه. احنا يعني وايد شرفنا يعني مشاركتنا في معرض الكتاب للمره الثانيه. جميل. وخصوصا ان احنا نقدم حق اللغه العربيه يعني والهويه القطريه. جميل. فالاصدارات الجديده الاصيله اللي احنا نقدمها يعني تركز على هالشيء، وخصوصا ان نشكر وزارة الثقافة والرياضة اللي قدمت لنا المسرح اللي هو مدرسة قطر. جميل. الجزء من المسرح عشان احنا نقدم حق الأطفال انهم يتعلمون بعد القراءة، وانه يقدمون تمثيل حق، فهاي شيء يعني جديد على يعني مثلني في قطر. جميل، خصوصا نعطاكم المسرح في مدرسة قطر، الشيء المميز في معرض الكتاب اللي الكل حاب. صحيح. والشكل حلو ويجذب الأطفال، وايد حابين انه يشاركون، حتى اي احد يعني يقدم عليه
ووايد احنا حابين ان شلون الطفل قاعد يحاول يمثل وكذا ويتفاعل ويتكرر. تسمحون حق الاطفال ان يتشاركون معاكم في المسرحيه او يمثل معاكم؟ ايوه اي طفل حاب انه هو يشارك بس يبلغنا احنا لان عندنا جناحنا بجنب المدرسه على طول، فيبلغنا انه حاب يمثل نوديه المسرح يشوف وراء الكواليس قد يحاول يختار القصه لان في اكثر من قصه يقدمها وعقبها يطلع على المسرح ونحط له المايك، يعني شعور كامل انه هو يعيش الجو حلو، خصوصا انه قاعد يتعلم يتكلم اللغه العربيه الفصحى. حلو. طيب اي فئه عمريه هذه الخدمه تقدمونها؟ احنا نركز حاليا في من ناحيه الجناح على العمر الروضه رياض الاطفال ما شاء الله، لكن المسرح اكثر شيء حق الاطفال اللي اوريدي بدوا يقرون. صحيح. فخلاص يكون المرحله الابتدائيه. جميل كاملة. حلو. طيب بما انك تكلمتي عن الاصدارات كلمينا عن هذا الجانب، هل عندكم اصدارات هذه السنه؟ هالسنه اصدارات 7 من القصص غير المنتجات اللي هي التعليميه، مثل عندنا قصه السنبوك اللي هي اصلا تراث معروف انه تراث قطري، عندنا قماشه لان حتى عندنا في الجناح نسوي اللؤلؤ. حلو. اللي انت لابسته اليوم سوارة. اللي انت لابسته حلو. لا طبعا مش انا. اوكي وغير كذي يعني عندنا هيا نلعب، يلا نلعب عشان نكون اصلا قطريه اكثر، ونحوله ودبور هي مختصه باللغه العربيه انها الحروف حق المرحله رياض اطفال، منها لوحه منيره وساره شجاعه. حلو ما شاء الله، كل هذه الكتب الاصدارات كثيره، عدد مو بسيط ما شاء الله في سنه واحده. حق اي فئه عمريه؟ في جزء منها تكون رياض اطفال وجزء منها لا تكون حق خلاص القارئه والكبار. جميل. طيب خلينا نتكلم شوي عن الالعاب، عندكم العاب صحيح؟ اكيد. كلمينا عنها هذه الفعاليه. احنا حاليا مثل عندنا الطاوله حق الانشطه، ففي الطفل يعني اذا حاب يعني يقوم معنا نشاط، فالكتب يقولون العلامه البوك ماركر، بس احنا نحاول نستخدم كلمه عربيه على الاقل، انه كتاب الملاحظات. وبعد في غيرها مثل اللي يكون عرايس وغير كذي التلوين اذا هم حابين، غير قماشه اللي هي نقرا لهم القصه، وإذا كان عمر أصغر فهذا هو نقرأ القصة، أما إذا كان أكبر يأخذها يقرأها بنفسه عقب يروح يسوي السوارة، تسوي البنت السوارة، وإذا كان ولد بعد يسويها حق أمه، يعني ما نقول لا بس بنات، لا بالعكس الصبيان حابين يسوون حق أهاليهم. قاعد تعززون لهم هذا الشيء أنهم ممكن يسوون حق أمهاتهم. أيوة. بعد دام جسمه تقدر تسوي الخرز سهل. صحيح. بعد الولد يسوي ليش لا. زين نوف ما شاء الله، هاي مثل ما ذكرتي في البداية أنها مشاركتكم الثانية مش الأولى، هل نقدر نقارن بين التفاعل هالسنة والسنة اللي فاتت؟ ما شاء الله اللي حبيناه أن التنسيق هالمرة كان وايد أضخم، يعني الحلو أن العرض الجهة الأمامية الجهة الخلفية كلها للبيع، فهاللي عطى أن معرض الكتاب كامل أنه طريقة ثانية، فإحنا نشكر يعني الجهات المختصة اللي سوت لنا بطريقة مهرجان نقدر نقول. صحيح هو صار مهرجان فعلا. ما شاء الله يعني بطريقة أن الأطفال يعني الفترة الصباحية المدارس، ونشكر وزارة التربية والتعليم اللي مركزة أن الأطفال يجون ويحضرون ويشوفون الفعاليات اللي إحنا نسويها، والمسائية الأهالي مهتمة وايد أنها تجيب عيالها مهما كان عمرهم، ما شاء الله لو صغار. ما شاء الله يجون لأن في هالسن يستوعبون نوف. أكيد. يستوعبون. فهذا اللي كنت بسألك بعيد شوي عن الأهالة، بتكلم عن أولياء الأمور، هل تشوفين فرق؟ هل تشوفين ثقافة زادت عندنا؟ وايد يعني ما نتكلم إنه بس عن أهل قطر نفسهم، أهل قطر وحتى عالميا، يعني نشوف ناس من جنسيات أخرى يعني أول مرة تمر علينا، قبل كنا نركز مثلا والله الناس اللي تعرف العربي، الحين لا، حتى لو الشخص ما يعرف عربي بالعكس حياه عندنا وإحنا نقعد نوضح لنا، نشوف لغتنا ما شاء الله عليها يعني فيها إنتاج، فيها وايد موارد يعني مش أقل من اللغات الثانية. جميل. طيب نوف نبي شوي او كلمه تقولينها حق اولياء الامور او الاطفال، الاطفال يمكن ما يستوعبون خصوصا ان انتم تستهدفون فئات عمريه صغيره، كلمه تقولينها حق اولياء الامور من باب انه ياخذون القصص يقرونها حق عيالهم. والله احنا خصوصا شركه كتاتيب التعليميه يعني تحفز، وحتى من منتجاتها مثل ناصر وحصه اللي اول يعني منتج كان طالع، اللي هو اصلا حاول ان الطفل يالف
ويكتب قصص، وغير قص أحب بعد منتج نعيم اللي أصلا الياهل من نفسه قاعد يكتب. فإحنا نشجع الأهالي إنه يأخذون الأشياء اللي ممكن تخلي الطفل بدل بس مجرد يقرأ بعد هو يألف وهو يطلع الإبداعات اللي فيه، لأن إحنا جناحنا جناح الإبداع وحطينا في المكان الصح. إن الياهل المفروض يبدع ويطلع بما أنش ذكرت هذا الجانب نوف، إحنا إن شاء الله اليوم في حلقتنا راح تكون عندنا أيضا بنت صغيرة طالبة مؤلفة قصص. شلون تقولون إيش تقولين حق هذه الفئات؟ مثل ما قلتي إن عندنا مثال حي، طالبة صغيرة مسوية قصص 4 قصص وهي صغيرة في الابتدائي. فوجهة نظرك أو نصيحة تقولينها حق الطلاب؟ صراحة فخر لنا إن إحنا يعني تطلع منا من أهل قطر إن واحدة في عمر صغير وبدت نقدر نسميها مؤلفة. فهاي شيء يعني وايد يفرحنا. بالعكس يعني كل مرة أكا يعني أم شجعت بنتها أو المدرسة شجعت بنتها بعد أكا طلع لنا منتج. صحيح. إحنا نقدر نقول قطار تبدأ من أعمار صغيرة. صحيح. وكل ما يكون أصغر وأصغر، يعني دحين بنت في الإعدادية إن شاء الله الابتدائية حتى يبدون إن شاء الله يطلعون لنا أفكار حلوة بإذن الله. وتحسين أن عندهم هذه القدرة؟ عندهم أكيد، كل طفل أصلا فيه القدرة، يعني حتى لو مجرد العمر الصغير اللي ما يكتب أحد يكتب وراه على طول بتشوف الخيال أصلا، اللي بالعكس أصلا ما طلع هالكتاب العالميين إلا من هالأطفال الصغار اللي يقولون الأشياء إحنا ما نفهمها. صحيح. وخصوصا أنهم في الفئة الأصغر فيفهمين حق الأصغر منهم، يمكن العمر بيننا وبينهم شوي بعيد لكن هم قراب من بعض ففهمين هم شنو يحبون. إيه، فعشان كذي إحنا نحاول نشجع الأهل إن بالعكس خذوا خلوا الطفل هو اللي يطلع أفكاره يكتب. حتى لو كان مجرد رسم، ترى الرسم يصير عقب أشياء وايد. لا يقولوا إن هاي مجرد شخابيط، هالكلمة إحنا ما نحبها أصلاً، يعني بالعكس كل هذه يطلع منها أصلاً أنت شيء ضخم عقب مستقبله. فإن شاء الله الكل يحفز عيالنا. شكراً نوف على وجودك، شكراً على كلامك الطيب، وإن شاء الله يروحون المعرض مشاهدينا المستمر ليوم السبت بإذن الله وتشوفونكم هناك على المسرح. شكرا على وجودك. العفو. مشاهدينا كانت معنا نوف العبد الله منسقة في فعالية الكتابي بمعرض الدوحة الدولي للكتاب. ودعوا عيالكم لين عند المسرح بإذن الله راح يستمتعون، لا تنسون تخلونهم يختارون القصص أو حتى أنتوا اختاروهم. فأكيد الحمد لله أن كل القصص حق الأطفال موجودة في أو تقريبا كلها الموجودة في معرض الكتاب كلها هادفة وتمثل وتعزز اللغة العربية، وهذا قرار لكم ان انتم تشجعون عيالكم على هذا الشيء. والحين مشاهدينا وصلنا الى جولتنا اليوميه الاساسيه في حلقتنا هالايام، وهي جوله معرض الكتاب، وفيها زميلنا محمد شهراني اللي كل مره يسلط فيها الضوء على شخص مهم او حتى كتب مهمه. فخلونا ننتقل من استديو صباح رباح لارض المعارض مع محمد الشهراني. صباح الخير يا محمد. يا هلا ومرحبا فيكم، صبحت الله بالخير. ايضا الساده المشاهدين صبحكم الله بالخير، متواجدين مثل ما ذكرت في معرض الكتاب تغطيته المستمرة، ولكن اليوم من مكان مميز ومشاركة مميزة لمجلة الريان. راح نتكلم أكثر عن مشاركة مع أخوي راشد جليمين الهادي المدير التحرير لمجلة الريان ومشاركتهم المميزة لهذه السنة. أخوي راشد الله يصبحك بالخير وعساكم على القوة إن شاء الله، مشاركتكم المميزة بعدد من الكتب لهذه السنة، نبي نتكلم عن هذه المشاركة. يا مرحبا ومسهلا، الله يحييكم في جناح مجلة الريان. طبعا مشاركة مجلة الريان هذه المشاركة الثالثة، شاركنا عام 2016 و17 وهذه المشاركة الثالثة. طبعا عندنا 5 إصدارات، في 2016 إصدارين، 2017 إصدار، والسنة هذه إصدارين اللي هو لمحات عن التعليم والمكتبات قديمة في قطر. تكلمنا يعني عن بداية التعليم من أيام الكتاتيب، المساجد اللي كانوا يدرسون فيها الطلبة، الأجور اللي كانوا يأخذونها المطاوعة قبل، المناهج أو ما كان فيها إلا يعني قراءة وحساب. طبعا تكلمنا عن أهم شخصية في التعليم من خلال الكتاب اللي هو أول وزير تعليم الشيخ جاسم بن حمد بن عبد الله الثاني الله يرحمه، مؤسس التعليم وباني أركانه في قطر، عن الفترة اللي كان فيها والأمور اللي حصلت في فترته وتطور في التعليم في فترته. طبعا كتاب مميز ويعتبر مرجع، يعني مرجع لأي باحث عن التعليم وأمور التعليم عندنا في قطر من بداية نشأة التعليم إلى وقتنا الحالي. طبعا عندنا أيضا الكتاب المنتخب من قصص شعار العرب، هذا أصدار السنة ذي بعد نفس الشيء مع لمحات عن التعليم. تكلم عن تقريبا 26 شاعر من شعراء العرب قبل الإسلام وصدر الإسلام والعصر الأموي والعباسي. المميز في الكتاب أن 26 شاعر هذا لو بتبحث عنهم بتشتري 26 ديوان، احنا جمعناهم لك في كتاب واحد، سيرة الشاعر وأشهر قصائده.
هذه بالنسبة لمشاركتنا، وندعو الجميع للتواصل أو التواجد معنا سواء في جناح مجلة الريان أو زيارة المعرض بشكل عام. الله يوفقكم إن شاء الله سهل أموركم. أيضا سمعت لنا ما شاء الله مجلتكم الشهرية، وإحنا من بعد من متابعينها، بشكل مختصر المجلة إيش عنا شهريا؟ الناس ممكن يبون يتابعون أخبار الثقافة، إيش الأشياء الجديدة تحصل؟ طبعا مجلة الريان مجلة ثقافية تراثية شعبية، تتكلم عن الثقافة بشكل عام، عن التراث، عن كل ما يهم القارئ، يعني سواء ثقافة، شعر، رسم، فن، تمثيل، كل هالأمور تجدها في مجلة الريان. طبعا مجلة شهرية تتكون من 4 أبواب، ثقافة وشعر وفن، ومتواجدة يعني بشكل شهري، ولها أبليكيشن موجود على الأبل ستور تقدر تنزله وتقرأ إصداراتها، تقرأ الأعداد بشكل عام من بدايتها إلى الآن. طبعا الآن احنا وصلنا للعدد 144، بالإضافة إلى المشاركات السنوية، يعني لنا مشاركة يعني منذ التأسيس إلى الآن عدد وطني خاص باليوم الوطني، أيضا نشارك في سباق قوس النصر في فرنسا بعدد خاص باللغة العربية والفرنسية مناسبة مشاركة قطر هناك. متواجدة مجلة الريان وقدام الجميع. يعني جزاكم الله خير أخوي راشد الجلميدي الهازي، مدير تحرير مجلة الريان، عساكم على القوة إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف جديدكم بإذن الله. بإذن الله، والله يعطيكم العافية. فيك ويسلمك. طبعا أعزائي المشاهدين، هذا كان حديث مع أخوي راشد من جلميد الهاجي، المدير تحرير مجلة الريان، وحديث عن الإصدارات الجديدة والقديمة. هذه دعوة لكم لزيارة جناح مجلة الريان من أمام وزارة العدل في معرض الكتاب. حاليا راح نتكلم وناخذ لقاء مميز مع أحد الكتاب الموجودين اللي إصداراته متميزة، اللي هي عن المنتخب من قصص أشعار العرب للدكتور مصطفى مبارك. دكتور مصطفى صباح الخير. صباح النور. وحياك الله، سعداء بتواجدك معنا. طبعا كان لقاء مع الأستاذ راشد، تكلم عن الكتاب اللي هو المنتخب من قصص أشعار العرب. نبي نتكلم عن هذا الكتاب وإصدارك الجديد، أو قبل لا نتكلم، نعم، مشاركاتك وإصداراتك من قبل. والله إصداراتي يمكن أغلبها في عن الأدب السوداني وعن مجال القصة القصيرة، لكن صدر لي كتاب من قبل في قطر عن دليل الباحث القطري لجمع الفولكلور، كان إصدارات إدارة الثقافة والفنون. وحاليا في الريان نحن نخطط لإصدار المزيد من الكتب عن مواضيع لها علاقة بالتراث والثقافة القطرية. ومشاركتك السنة هذه الإصدار اللي هو تقريبا أول إصدار مع مجلة الريان. والله بالنسبة لإصدارات مجلة الريان، أول حاجة في البداية العمل في مجلة الريان عمل جماعي، يعني نحن نتشاور في كل صغيرة وكبيرة، فوضعنا في الاعتبار أنه عالم الكتاب هاي عالم رحب جدا، والكتب عندها قراء حتى الآن، ويجب أن نرتاد هذا العالم. وفعلا بدينا، فضلنا أنه نبدأ من الأول بالكتب تحتوي على نخبة من المقالات اللي نشرت في مجلة الريان، وبنفتكر أنه القراء في حاجة لأنه يطلعوا عليها أكثر، لأنه المجلة توزيعها بيختلف من توزيع الكتاب. وفعلا صدرت أكثر من كتاب في الفترة الماضية. حاليا حسب في السنة دي عندنا كتابين، طبعا كتاب عن اللي هو مقالات من المنتخب من قصص أشعار العرب، دي مقالات نشرت في مجلة الريان عن تاريخ الشعر العربي، و يعني الروايات اللي لها علاقة بالأسباب اللي أدت لإبداع هذه القصائد، لأنه في كثير من المختارات أو في كثير من الموسوعات اللي تنشر بنلقى أنه تنشر القصائد بس، لكن لا تنشر معها يعني الجو العام للقصيدة وكذا، بالأسباب النشر وكذا، وبعدين سياسات. فعليا المقالات اللي أنا نشرتها في الريان عن الشعر العالمي مش بس الشعر العربي كثيرة، يعني يمكن على مدى 10 سنوات، فضلنا اخترنا منها حتى هذه المقالات اللي هي تغطي قصائد منتقاة من الشعر العربي من العصر الجاهلي حتى العصر الأندلسي، والقارئ بيلقى فيها عدد كبير من المعلومات اللي أصلا ما بيلقاها في مراجع تانية.
أنا قريت الكتاب ولكن اللي شدني فيه الفهرس الأخير اللي هو عناوين بالضبط اللي هو عناوين القصائد، كل قصيدة بشكل مختصر كتابة عن الشاعر تشد الشخص أنه والله لا هذا أهم الموضوع اللي بعده. والله طبعا زي ما قلت لك في البداية أنه كثير من المختارات اللي تنشر حسا على يعني من الشعر العربي ما بتلقى فيها معلومات وافية لأسباب النشر، يعني ما أكثر يعني عن القصائد، يعني مثلا زي ما أنت قلت مثلا حسا يعني الشعر والشعراء اللي ابن قتيبة الدينوري موسوعة الشعر العربي ده هو ممكن يلقى مكتوب عنه نص صفحة مثلا يعني أول قصيدة. أنا هنا بتوسع بشكل بروح بجمع المعلومات وبعدين بنشرها في الباب. المجلة هي بتطلع كل شهر مرة في بداية الشهر يعني، لكن ما أظن تتوفر عند كل القراء في العالم العربي مثلا أو هنا في قطر يعني، ففضلنا نجمع نختار بعض المقالات اللي نشرت وعلى أساسها تغطي مراحل مختلفة من تاريخ الشعر في الثقافة العربية. الله يعطيك العافية دكتور. وطبعا الكتاب هذا هو للي حاب أنه يأخذه من مجلة الريان موجود اللي هو المنتخب من قصص أشعار العرب. دكتور مصطفى مبارك الله يعطيك العافية، وإن شاء الله نجيك المعرض الجاي وأنت عندك أيضا كتاب ثاني آخر إن شاء الله. والله ببركاتكم يعني من الله يعطيك العافية دكتور. الله يسلمك. الله يبارك فيك. طبعا أعزائي المشاهدين هذه الأجواء اللي موجودة في معرض الكتاب وخاصة من مجلة الريان سواء مع أخوي راشد الهاجري أو من دكتور مبارك، هذه دعوة لكم للاستمتاع بأجواء المعرض الثقافية وزيارة جناح مجلة الريان والإصدارات اللي موجودة وخاصة الدكتور مصطفى. هذا كل اللي عندي والله يعطيكم العافية. شكرا لك زميلي محمد شهراني، وشكر أيضا منصور ضيوفك وللدكتور يعطي العافية على هذا الكتاب الجميل. ومواضيعنا مستمرة فيما تخص معرض الكتاب، مفاجأة جميلة راح تكون لكم بعد الفاصل. موهبة قطرية جميلة طفلة صغيرة، تابعوا حوارنا معاها عشان تعرفون شنو قدمت في معرض الكتاب من بعد هذا الفاصل. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. موهبة قطرية متوثبة للمستقبل تطل علينا من نافذات معرض الدوحة الدولي للكتاب، فعلى الرغم من صغر سنها حداثة عهدها، غير أن لطيفة الكواري الطالبة في المرحلة الابتدائية استطاعت تأليف مجموعة قصصية متنوعة متميزة كشفت النقاب عما تختزنه من قدرات تؤهلها مستقبلاً حتى تكون أديبة أو كاتبة روايات مشهورة. الحديث عن مؤلفاتها يطيب لنا استضافة الطالبة لطيفة الكواري، وإحنا مستنسين وايد على وجودك معنا اليوم. لطيفة شلونك؟ بخير. كيف أصبحتي اليوم؟ الحمد لله. إحنا أول شيء فخورين فيك. أنت في المرحلة الابتدائية صح؟ صح. في أي صف؟ أنا الحين صف سادس. حلو، يعني كم عمرك؟ 11. حلو. طيب ما شاء الله لطيفة، لما نسمع أن بنية صغيرة مسوية قصة احنا نفتخر بهالشيء، كلمينا عن قصصك اللي كتبتيها. قصصي فيها بديت اكتبها وانا عمري 9 سنين من صف ثالث. من سنتين تقريبا. فش اسمه يعني هي كانت اصلا سيناريوهات، فيوم بديت اكتب سيناريوهات حبيت اطور فيها لما صارت مجموعة قصصية. حلو، يعني انت في البداية بس تحبين الكتابة، ما يت في بالش ان تسوين قصة. حلو، وبعدين شنو صار؟ شلون جت ببالك تسوينها قصة؟ ساعدت يعني الهمتني معلمة اللغة العربية الله سميرة العمادي انا نسوي كتاب. ف يعني فكرت في الموضوع قلت ليش ما اسوي، وبعدين هي اعطيتها القصص عشان يعني انها تقراها وتصححها. حلو. وبعدين اتفقنا مع دار الوصل للنشر والتوزيع ان هم يعني ياخذون كتابي ويسوونه مجموعه قصصيه. جميل. هل الفتره هذه كم كان يعني هالسنه ولا السنه اللي فاتت لما قررتوا
تطلقونه كتاب؟ كان السنة اللي طافت 2019. حلو، بس الحين مشاركة في هذا المعرض صح؟ صح، مع لوسيل. حلو، طيب كلمينا عن القصص، شو تقدمين؟ قصصي هي مجموعة قصصية فيها أربع قصص من وراء مكتوب، يعني مكتوبة أساميهم. حلو. عدت تديره مطارنا شمالي وموهبتي سر صدوعي وأنا ملوث. حلو. أنا ملوث تتكلم عن تلوث البيئة وشلون إحنا يعني نلوثها بهالأشياء اللي قاعدين نسويها لما نروح البار نقط الوسخ هناك. إيه. هي بس إنها تتكلم يعني عن ثلاث مواضيع، يعني عن إن إحنا نلوث البيئة من الهواء والبحر وأيضا الأرض. أما موهبتي سر سطوعي تكلم إن إحنا شلون ننمي موهبتنا، يعني وكيف الأشياء اللي ممكن تساعدنا في تنمية موهبنا، وبعد تكلم عن الأشياء السلبية اللي تخلينا إن نفقد موهبتنا. نفس ما أنتي طورتي من نفسك وكتبتي هذا الكتاب. أما مطرنا الشمالي تكلم عن المطر، يعني وفيها بعد هي إن معلومات عن الدوحة والشمال، ان يعني ان لما انت مثلا تفكرين وين المكان اللي اكثر فيه يعني مطر يطق بتلاقينه في الشمال. القصه هذه الشمال. حلو، والقصه لطيفه ولا القصه؟ المجموعه القصصيه هي اسمها لطيفه. اوكي، هي في كتاب واحد. اي. اما اعاده تدويره تتكلم عن اعاده التدوير، احنا شلون نعيد تدوير الاشياء، ويعني تعريف تقريبا. حلو. تعريف لها وأيضاً الأشياء اللي تستعمل في إعادة التدوير. حلو، يعني قاعد تعطين أطفال فكرة اللي يقرون صحيح؟ إيه. طيب لطيفة، أنت يوم سويتي هالكتاب سويتي بحث صح؟ بحثتي يعني حطيتي أفكار شلون نعيد التطوير، سويتي معلومات عن الشمال اللي هي الأمطار تنزل فيها أكثر شيء، أكثر مناطق الدوحة. رحلة الكتاب هذه كانت صعبة عليك؟ صراحة لا، كنت مستمتعة فيها لأن خذيت وقتي فيها مدة كافية، يعني هي كانت 3 سنين تقريبا أن خذيت الأفكار اللي أبيها. حلو. تأكدت من المحاور اللي أنا كتبتها، فأني حسيت أن كتابي خلاص صار جيد جاهز. إيه؟ طيب هل تحبين تذكرين لنا حد ساعدت في هالكتاب؟ هل تحبين تشجعين الأطفال اللي مثلك أو حتى الطالبات أن يكتبون؟ الصراحة شجع وايد، أما الشخص اللي يعني شجعني أكثر شيء وبديت يعني من هي نقطة البداية معلمتي هيا المري، ساعدتني وايد وهي نقطة بدايتنا. لما كنا تقريبا جروب واحد نبي نسوي نفس مسرحية طابور الصباحي في المدرسة، فأنا تطوعت أن أكتب قصة فشي يعني وتمثلونها في الطابور. فمن هذا اليوم قدرت أن أكتب وأعطيهم معلمتي هيا المري، هي أن تحاولهم لي أن أنا أكتب سيناريوهات وهي أن تعدل عليهم شوي. حلو، يعني تحسين كل اللي حولك ساعدوك أن تكتبين. إيه؟ أهلوك لهذه النقطة. شكرا لطيفة أنك أعطيتينا مثل هذه القصة. إن شاء الله يا رب تصيرين كاتبة كبيرة. شكرا. اكبر واكبر تكتبي لنا مؤلفات. راح ان شاء الله تطلقين قصص ثانيه السنه الجايه ان شاء الله باذن الله، وتين عندنا قناه الريان صباح رباح تعطينا وتدش لنا هذه الكتب ان شاء الله. شكرا على وجودك معنا لطيفه. مشاهدينا كانت معنا الطفله لطيفه الكواري، سعيده جدا وجودها معنا وبقصصها الجميله اللي هي اطلقتها، وكتاب واحد وفي 4 قصص. اكيد واضح ان اللغه العربيه عندها جدا جميله، ولا ما كان كتبت؟ والجميل واللي حابة أذكره أن والدتها معنا في الاستديو وسألتها، قلت لها من هل أنت ساعدتيها في هذه القصص؟ قالت لا، هاي كلها تعبها هي وبروحها بدون تشجيع الجميع. الواحد بيوصل بس متأخر. الأم، المدرسة، المجتمع، البيئة المحيطة كلها تأثر على الشخص. ساعدوا عيالكم من الحين عشان يكون المستقبل مستقبلنا جدا أجمل. الطفل الواحد لطيفة ممكن تأثر على مئات الأطفال عندنا، فإحنا نتمنى أن تكون عندنا مثل لطيفة كثير، ونتمنى تكون عندنا مثل أم لطيفة كثير، ومثل أيضا مدرستها كثير والمدرسات اللي ذكرتهم كثير. فكل التوفيق للمدرسة وللمديرة وللأم واللطيفة نفسها، ونتمنى إن شاء الله هذه الأمثلة تكون كثيرة في مجتمعنا. وفي موضوع آخر مشاهدينا، دشنت وزارة الصحة العامة الحملة الوطنية السنوية لتطعيم طلاب وطالبات الصف العاشر بالمدارس الحكومية
والخاصة والجاليات ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. نتابع. مع تدشين الحملة السنوية لتطعيم طلاب الصف العاشر ضد مرض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، نظمت وزارة الصحة متمثلة بإدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية ورشة عمل استهدفت ممرضين وممرضات جميع المدارس المستقلة والخاصة في الدولة. الحملة طبعا تقام للعام العاشر على التوالي، وهي أحد الحملات الناجحة. منظمة الصحة العالمية طبعا تشيد برنامج دولة قطر للتطعيم، البرنامج يستهدف القضاء على الأمراض، وعندنا طبعا وصلنا الحمد لله نسبة التطعيم تتجاوز في دولة قطر نسبة 95%. الحملة طبعا تستهدف فيها حوالي 19500 طالب وطالبة، فإحنا طبعا هدفنا من هذه الحملة هي رفع الوعي بالنسبة للكادر الطبي بأهمية التطعيم وطبعا الطرق الصحيحة لتقديم التطعيم في المدارس بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وأيضا وزارة التعليم والتعليم العالي. وحضر الورشة أكثر من 150 مشاركا، وتناولت عدة محاور علمية وتدريبية متعلقة بماهية هذه الأمراض وخطورتها والدور المنوط بممرضي المدارس أثناء تنفيذ أنشطة الحملة. مشاهدينا، بهذا التقرير نكون وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. كانت حلقتنا منوعة قليلا وأيضا ركزت على معرض الكتاب، تكلمنا عن فعالية الكتاتيب اللي أكيد راح يستمتعون فيها عيالكم لو وديتوهم، وإن شاء الله مستمر معرض الكتاب. وأيضا تكلمنا عن هذه القصص الجميلة، مجموعة القصص الأربعة، يمكن ما رويناكم إياها لكن هي موجودة حاليا بنيدي، وهي أيضا موجودة في مكتبة الوسيل أو دار نشر الوسيل في معرض الكتاب الخاص بالطفلة لطيفة الكواري. سعيدين جدا بأن عندنا مثل هذه الطفلة الجميلة اللي تعطينا الأشياء الجميلة، وحتى لو فتحتوا الكتاب راح تلقون أن القصة أو حتى الكتابة جدا مرتبة وصحيحة. ونشوفكم على خير، في أمان الله. Thank you.